زيارة إلى الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي جو بايدن، محطتها الأولى كانت كيان الاحتلال، سيقضي خلالها يومين في القدس وهذا لإجراء محادثات مع قادة الاحتلال قبل أن يتجمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة المقبل في الضفة الغربية المحتلة. نتحدث أكثر عن تداعيات هذه الزيارة ونرحب بضيفنا المحلل السياسي حمادة فراعنة. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح النور، يا مرحبا فيك. نعم، بداية كيف تقرأ هذه الزيارة؟ بداية يجب أن نقرأ رسالة الرئيس بايدن التي أرسلها للأمريكيين قبل وصوله إلى المنطقة. جوهر هذه الرسالة أنه يريد مواجهة العدوان الروسي والمنافسة الصينية. هذه هي الخطة الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية منذ أن تولى الرئيس بايدن السلطات الدستورية. ولكن الحرب، الاجتياح الروسي إلى أوكرانيا قلب عملية الاهتمامات، ومن هنا حينما كان في بداية عمله اعتبر أن المنطقة العربية، أنا لا أريد استعمال تعبير الشرق الأوسط، اعتبر أن هذه المنطقة ليست ذات خطر أو قلق للسياسة الأمريكية، حيث أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة ليست متضررة من وجهة نظر الرئيس بايدن حينما تولى السلطات الدستورية، وبالتالي وجه كل اهتماماته نحو شرق ووسط آسيا. ولكن ما حصل في الاجتياح الروسي لأوكرانيا قلب الموازين والاهتمامات، وبالتالي أصبح النفط والغذاء والمال عنصر أساسي بالنسبة للإدارة الأمريكية، ومن هنا جاءت زيارته إلى المنطقة. زيارته للمنطقة تستهدف أولا تعزيز علاقاته مع المستعمرة الإسرائيلية لسببين. السبب الأول أنه يريد انعكاس هذه الزيارة على الانتخابات الأمريكية للكونغرس في شهر نوفمبر، في شهر تشرين الثاني المقبل، ولذلك هو يريد أن يستعمل ويستثمر هذه الورقة في انتخاباته الداخلية. ثانيا هو يريد أيضا طمأنة الأطراف في المنطقة نحو إيران. يجب أن نتذكر جيدا أنه حينما كان نائب للرئيس هو الذي واصل العمل للتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، وبالتالي يعني كل هذه الضغوط الإسرائيلية والقلق الخليجي هو جاء من أجل إعطاء دفعة من حالة الطمأنينة والاستقرار، ولذلك عمل قبل أن يصل. أولا لأول مرة فرض على الإسرائيليين عدم اجتياح المستوطنين لساحات المسجد الأقصى في العشر الأواخر من رمضان. ثانيا فرض وقف إطلاق النار في اليمن على إيران وعلى السعودية. ثالثا فرض على تركيا عدم اجتياح الأراضي السورية. رابعا فرض وقف إطلاق النار في ليبيا، وبالتالي هو يريد من المنطقة كلمة واحدة هي التهدئة، من أجل أن يكون هنالك شيطان واحد في الكرة الأرضية اسمه روسيا، وهنالك زعيم واحد بقضايا حقوق الإنسان اسمها أوكرانيا. نعم. ولذلك هو جاء من أجل ترتيب هذه الأوضاع، ولكن بشكل مباشر يريد من السعودية وبلدان الخليج العربي المنتجة للنفط زيادة ضخ النفط والحفاظ على أسعار النفط. نعم، لربما سيد حمادة، هل تعتقد بأنه هذا هو السبب الذي حرك جو بايدن إلى السعودية بعد فترة طويلة من التجاهل؟ نعم، هذا السبب جوهري، مسألة النفط ومسألة أسعار النفط وإيذاء روسيا. بالأساس معركته روسيا والصين، لا معركته إيران. لا مشكلة لديه مع إيران، لديه مشكلة مع إيران عبر التحريض الإسرائيلي والقلق الخليجي فقط. ماذا يعني أن إيران تحصل على القنبلة النووية؟ ما باكستان دولة إسلامية ولديها قنبلة نووية؟ هذا لا يعني أن أقول أنه موافق على حصول إيران على القنبلة النووية، ولكن ليست قضيته الرئيسية ومشكلته الأساسية. ولكن هو لديه عاملين، العامل الأول التحريض الإسرائيلي والعامل الثاني القلق الخليجي، ومن هنا جاءت زيارته إلى المنطقة. لاحظي قضية فلسطين، في خطابه
وجد أن إنجاز كبير أن رئيس حكومة المستعمرة يائير لافيت اتصل تليفونيا مع الرئيس الفلسطيني. هذا إنجاز كبير بالنسبة له بعد قطيعة بين رئيس حكومة المستعمرة والرئيس الفلسطيني. نعم. سيد حمادة، يوم أمس يعني تعقيبا لكن على كلام فلسطين تحديدا وعملية السلام، كان هناك الكثير من الأصوات الرافضة لموقف جو بايدن يوم أمس، يعني وهي أصوات إسرائيلية، واعتبرت أن هذا الخطاب هو خطاب متأخر عما وصلت إليه إسرائيل بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. اليوم يعود جو بايدن ويقول حل الدولتين والقدس الشرقية. هل هذا سيؤثر على نتائج الانتخابات القادمة؟ هل هذا سيؤثر على شكل العلاقات الإسرائيلية الأمريكية؟ الجواب لا. يعني يجب أن نتذكر جيدا ربما الاهتمام بهذا العامل الذي سأذكره لا يوجد له اهتمام كبير. هنالك جالية فلسطينية مهمة بدأت تصعد في الولايات المتحدة الأمريكية ولعبت دور أساسي في نجاح الرئيس بايدن في الولايات الخمسة المحيرة التي كان بايدن مع ترامب متساوي في الأصوات نحوها. الفلسطينيون، الجالية الفلسطينية لعبت دور أساسي في دفع الجاليات العربية والإسلامية والإفريقية لدعم الرئيس بايدن، وبالتالي لهم فضل كبير. والجالية الفلسطينية أو قيادة الجالية الفلسطينية التقوا مع رئيس وزير الخارجية بلينكن 3 مرات قبل أن يصبح وزيرا للخارجية، وآخر مرة قبل الانتخابات بأربعة أيام. يعني جرت الانتخابات في 2011 سنة 20، التقوا معاه في 30/10، وبعد أن أصبح وزيرا للخارجية التقى مع قيادة الجالية الفلسطينية في شهر آذار سنة في شهر حزيران سنة 21. لذلك الجالية الفلسطينية بالتعاون مع الجاليات العربية والإسلامية والإفريقية واللاتينية بدأت تلعب دور أساسي لأول مرة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هو ما زال ملتزم بحل الدولتين وبمسألة القدس الشرقية، ولكن لا توجد إجراءات عملية باستثناء الإفراج عن الأموال للأنروا وللسلطة الفلسطينية. ولكن حينما يقول سليفان مستشاره حول القنصلية الأمريكية رد عليه إدارة الرئيس من البيت الأبيض بأنه يعني هذا الموضوع ليس مطروحا على جدول الأعمال، ولذلك يعني ما زال الوضع ضعيفا. طبعا السبب الرئيسي هو الضعف الفلسطيني، والسبب الثاني هو الضعف العربي، الحروب البينية العربية. لذلك لا شك أن الموضوع الفلسطيني مهما وقع في حالة من التراجع أو الانحسار ولكنه موجود على الأرض. هنالك شعب فلسطيني على الأرض، هنالك نضال فلسطيني على الأرض. صحيح أن هذا النضال مع الأسف كل مرارة مقسوم بين الاستئثار لحركة فتح مؤسسات منظمة التحرير والضفة تطلق وأحادي وفردي لحركة حماس في قطاع غزة، ولكن هناك شعب لا يستطيع أحد، لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا المستعمرة الإسرائيلية ولا أي طرف إنهاء دوره ومكانته. شعب موجود على أرضه ولكنه لا يتلقى الدعم والإسناد المطلوب في هذا المجال. وأرجو أن لا أتهم بالنفاق، يعني إذا استثنينا الأردن بأنه إعطاء الأولوية في هذا المجال، وأنا أقول لك سلفا حينما أتذكر القمة الإسلامية التي عقدت في 22 أيار 2017 مع الرئيس ترامب، كان رأس الدولة الأردنية الملك عبد الله الوحيد الذي تحدث عن مسألتين في غاية الأهمية، وتحدث باللغة الإنجليزية حتى يفهمها الرئيس ترامب، تحدث عن القدس وتحدث عن الدولة الفلسطينية. نعم. الكاتب والمحلل السياسي حمادة فراعنة، شكرا جزيلا لك، ونعتذر أيضا لضيق الوقت.